السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ عساكم طيبين، واهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من عمو بيسا دكتور الأسنان. اليوم حنفتح العيادة حقتهم ونشوف ايش يصير معانا. فقبل ما نبدأ المقطع لا تنسوا تشتركوا في القناة اذا ما كنتم مشتركين في القناة، وبس كذا خلينا نبدأ على طول. طبعا الاشياء اللي جبناها في الحلقة راحت، هذا مسدس يحط اشياء عشوائية، قنبلة دي بوكس عشان تضرب الاشياء، وعندنا هذا مو نقار خشب، هذا نقار اسنان. شوف ما حطه هنا ما يصير شيء، بس لازم يكون فيه اسنان. وجبنا تعال، وجبنا بيض عشان اللي ما يعجبنا نرميه بالبيض. فبسم الله نجيب اول زبون عندنا هنا. طبعا هذه الاغراض القديمه موجوده. اكتشفت انه هذا بدل ما امسك الاسنان بيدي امسك هذا، امسك الاسنان بها. اوكي معليش. طبعا هذه عندها لبان كثير. تعال انت. ايوه طيب الحين اول شيء قبل ما نبدا اي حاجه نشيك كذا بالاسنان. شوف كيف هذه، وريني كل الاماكن اللي مي كويسه. فنرجعه نبدا بالسهل، ننظف الاسنان، ننظف الاسنان كذا حلو. نظفنا الاسنان، باقي ننظف هذا، نخرجه مكانه طبعا كالعاده. ايوه شوف كيف رجع جديد، نرجع هنا. هذا يبغى له تكسير، فنقار الاسنان، تعال نقار الاسنان. ايوه سلام، هنا واحد ثاني. ايوه اول شيء خلينا نعالج الاسنان اللي كسرناها دي، وهذا الحين نبدا فيه كذا. ممتاز، بس باقي دحين في الحركه دي من بعيد. سلام، لا تبكي ترى انا قاعد اشتغل بكل حني. رجع سير مكانه، اتوقع انه كذا خلصنا. دقيقه، هي كيف تبغى سنانها؟ اللي تبغى سنانها كذا، والله هذه غريبه بنتي. طيب تبغى سن، تبغى هذا السن بطعم الفراوله. زي ما قلت لكم يعني عندنا اسنان بطعم الاسكريم، فهذا واحد من الاسنان اللي عندنا سن بطعم الفراوله. هذا السن يصير كل ما تحط لسانك عليه تحس انه في طعم فراوله، اسكريم فراوله، ولكن احيانا يزبط احيانا ما يزبط. جبنا واحد ثاني، هي تبغى اثنين. ف طيب غادي اخترع الاختراع هذا في الحقيقه. لا تبكي. زي ما اقول لكم يعني يبغى اخترع هذا السن في الحقيقه. ليش؟ لانه حاكسب منه فلوس كثير. طبعا هذا تبغى بطعم فراوله على ما اظن، هذا تقريبا انا ما ادري هل في واحد ثاني زيه، ما في الا هو. يعني شوف كيف سكرين فراوله وسن فراوله كذا. الله، ايش باقي لنا كمان؟ تبغى علامه البسه وقلب. والله هي تستحق علامه البسه، بعد ما ضربتها ضرب كامل ذا. خذ علامة البسة، ها، ويبغالنا قلب، وهذا قلب. الله شوف أسنانها كيف، حاجة أسطورية. يبغى خذي بيضة، خلاص كذا أتوقع إنه خلصنا. فا قول دن، ظبوطي ولا مظبوطي؟ ظبوطي؟ تعالي أنت، ظبوطي ها، ظبوطي. شكله يضحك. قول مصاص الدماء، تعال بشوف اسنانك انت، تعال لازم اشوف اسنانك انت. مصاص دماء، هذه مو حقت مصاص دماء، سوق انت. ما عليك احنا نظبطك، انت جيت في العياده الصح حنظبطك. ما عليك هذا كله في الحساب. نحاسب عليه ذا. اوه تعبت. لا تبكي انت مصاص دماء ولا لا تبكي. اوف والله تعبت مره، اسنانك صعبه انت. شوف لازم تسوي نفسكم تعبانين عشان تقولوا اسنانك صعبه كده عشان تاخذوا فلوس زياده. الحين يبغانا نشيل هذا السن من الاداه حقتنا هذه. ايوه كذا، هذا نرميه في الزباله وهذا نرميه في الزباله، ويبغانا نشيل هذا ونرميه في الزباله برضو. لا تبكي. اتوقع انه لازم ارمي هذا السن
خلاص اني كسرته بزياده، ما توقعت انه حيتكسر زي كذا. شوف اهو هذا سندا، والله اني كسرته. معلش انا راح اركب لك واحد ثاني، حركب لك واحد ثاني. ها تدغدغ جوكو 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 جوكو، ما يدغدغ المفروض نتعوض. طيب ايش اللي حنركبه الحين؟ ركب له سنين عاديه، جيب لي واحد، حط لك واحد هنا، جيب لنا واحد ثاني حطه هنا كذا. الحين لازم اركب له اسنان اللي هنا واللي هنا فوق. هذه اسنان حتكون حقت مصاصين دماء، فهي عاديه بيضاء لكن حقت مصاص دماء. فين حق... ايوه هذه هذه هي. اجيني واحد كذا تو تو تو، واحد ثاني، هذا واحد ثالث، هذا واحد رابع. كذا غلقنا من الاسنان وباقي الشكل. ايش احط عليهم؟ هو هذا يبغى جواهر حقت ثانوس، الاخضر والازرق والاحمر والاصفر. كمان في اصفر شكله على هذه. هذه الاحمر حطها في هذا السن هنا، صح هنا؟ ايوه هنا. والازرق هذه نحطها كذا، باقي البرتقاليه هذه نحطها هنا. يا سلام كذا خلاص غلقنا صح؟ ضبط. ها كيف؟ كيف عجبتك؟ فانتستك. ارمي عليك هالبيضة يلا امشي من هنا. قال لك مصاص دماء. ايه حط لنا فاتورة على جنب. ها؟ نبي اكياس دم وحركات ما نبغى. انا رايح. ام القهر. كان المفروض اني استفيد منه. انا دوره. دوره تعالي دوره. الحين اسوي لها اسنان تقول لي انا خريطة انا خريطة. قول لي دوره. ايش تسوي انت؟ جيب. هذه كلها من البداية عندك هنا. ايش ذا يا دورة؟ ايش هذا؟ وصلنا ليش ذهب انت ها؟ هي دورة طلعت غنية، بس انا ذهب واحنا ما ندري. طيب غلقنا، نشوف بالاكس راي هل في شيء خربان؟ لا والله اسنان دورة كويسة. بس هي ما تبغى اسنان الذهب، خلاص اسنان الذهب دي خليها عندنا. انت ما تحتاجيها خليها هنا ها؟ عشان ايش؟ خلاص خربانة قديمة. خليها عندنا هنا، هذه كم كيلو ذهب دي؟ دورة اسناني غثيرة زيك. خلي هذا هنا، جيب هذا حطيه هنا. صرت زي ما في مشكلة يتصلح السن. انت الحين ما تبغى هاي صح؟ هذا حتى احنا ما نبغاها. ها نرميها بعيد. الحين تبغى اسنان فضية. واسنان فضية زي هذا. ايوه يا دورة ما قلت لي سنقر فين؟ والله الاسنان اللي اخذتها دي انا الحين سنقر. سنقر لا تسرق، سنقر لا تسرق. اي 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 امزح معك. والله دورة هاي ترى شريرة، لا يغركم ترى انها مسكينة وتساعد الاطفال وتعلموا. ترى شريرة. انا اقول لكم الخطه حق الدوره. دوره تخلي صنقر، قولي كلي هذه كلي. دوره تخلي صنقر يا طويل العمر والسلامه يسرق، لكن في الحقيقه هي اللي خلته يسرق. هي قالت له روح يا صنقر روح المكان الفلاني، احنا بنمشي هناك عشان تسرق منه الاشياء. بعد ما يغلق ما تغلق الحلقه هي تاخذ الاشياء وصنقر مسكين ينضرب. ما حد يدري هذه المعلومات حقت بسس هذه. حسيبها ما ندري احنا، حسيبها ما ندري. لكن يلا يتعلم صنقر لما يكبر ان شاء الله. يعني احنا كذا خلاص غلقنا منك يا دورة. ها دورة ترى ما حقول لاحد الشيء اللي تسويه، ما اقول لاحد. بس يلا امشي دبر الفاتورة، واذا ما دفعت فلوس الزيادة حشتك عليك. يلا امشي يلا. راحت دورة. اولي ترى زومبي يا عيال. تعال تعال عالجك، تعال زومبي زومبي تعال عالجك. ايش هذا؟ الزومبي ياكلوا سمك ولا ياكلونا احنا؟ ما حتدمر الموضوع ده لما انك انت حتدفع فلوس. ولكن دام انك جيت حياك الله. كيف عالم الزومبي يعني؟ سمعت انه ذا ووكينج ديد وما انا عارف ايش و يعني في احداث كثيره عندكم. ايه انت وخر عنه لا ياكلك. ايوه ايش قلت لك انا؟ ها ها حطك جوا، هذا زومبي ياكل ناس حقيقي. لك هنا. ايوه انت خش مكلاش زي كذا. ها تحس انت؟ اوه يبكي الزومبي يبكي؟ والله ما ادري. نشوف اسرانك. طيب عندك هذا السن نرميه في الزباله، هذا السن نرميه في الزباله، وهذا السن وهذا السن. عندك كيف نهزم الزومبي يا عيال؟ كذا
وهم اذا عضوكم تتحول زومبي زيه اوكي صبطر لكم الموضوع خاص، ما في زومبي حيعوضكم بعدين. ليش؟ لانه ما عنده اسنان عشان يعوض. صح ام صح؟ ايه زومبي او زومبي قاعد يطالب اشياء ثانيه ما علينا. طيب زومبي قاعد يطالب حقك سريع اساس انه يشوف يعني هل في شيء كويس ولا ما في شيء كويس. طب ايش يبغون الحين نسوي؟ يبغون نضبط له اسنانه تكون كلها شبه حاد. نشوف الاسنان الشبه حاد. اي ما ابغى هذا، اسنان الشبه حاد هذا صح؟ الموضوع انه هذا ياب زي هذا عشان العضه تكون اسهل. ما عليك اضبطك انا، اخلي اسنانك شغاله 100 100. طيب اللي تحت كلها نفس النوع حقتين. هل في نوع ثاني؟ يبغى زي هذا، ما يبغى العادي، يبغى زي هذا. ياب شايفين؟ خلينا نشيل القديم ونركب لك الجديد. جيب لنا واحد ثاني لو سمحت. سلام. كده بقينا سن واحد ونغلق الأسنان تحت. كده غلقنا الأسنان تحت أوكي. والحين يبغى هنا الظاهر أنياب زي ما هو مكتوب هنا في الصورة، فنحط له واحد ناب. أيوة هذا، أيوة هذا، حطه هنا. جيب لنا واحد ثاني حطه هنا. يصير هذا الأسنان نرجع الأسنان العادية ليه زي هذا. حط لنا واحد هنا. والله شغل أسنان الزومبي يعني توقعت انه انتوا يعني ما انتوا كويسين، فاهم علي؟ يعني توقعت انه من يوم ما تشوفوا بشري تهجموا عليه وزي كذا. طلع موضوع عكس تماما يعني بالعكس. فأنا أشكرك صراحة، غيرت وجهة نظري عن الزومبي. بس اتوقعكم يعني بدون عقل وبدون طلعتوا نفس فاهمة يعني. عشان كذا غلقنا. ايش باقي لك؟ خلاص غلقنا. يعني اذا احد سألك عن اسنانك بقول لك يعني انت زومبي وكيف اسنانك زي كذا، قول له رحت عند عمو بيش. تمام؟ ضبوطي؟ وانت ما عندك زيادة عشان تشوف يقول ضبوطي. سوي ضبوطي بس يده مو موجودة. انا شغلك معلم معلمات يا زومبي. ها؟ شوفك على خير. شو دور جاتا من جديد؟ تعال يا دورا خلينا ننهي الحلقة عندك. دورا ما تغير طلبة، تعال يا دورا. كده نقول انه وصلنا نهاية الحلقة. يعطيكم العافية على المشاهدة جميعا، واذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تسوي لايك، تشتركوا في القناة اذا ما كنتم مشتركين في القناة. ومع السلامة، تعال يا دورا.